السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معاكم عمر سليم وانت بتتفرج على قناة بليون أرابيا. والنهاردة هنتكلم على بيم كومبلاينس ريبورت أو موديل تشيك ليست. الموضوع بيحصل كالآتي، إن الكلاينت بيقول لنا ابعت له الموديل، فبنبعت له الموديل وهو بيبقى عنده حد بيعمل تشيك ويتأكد إن الشغل سليم ولا لأ، وإحنا ما بنستناش إن هو يعمل التشيك ده، بنعمل تشيك على نفسنا وبيبقى عندنا جدول خاص بينا. تمام، والموضوع تعاون، يعني اللي هو عنده تشيك ليست يبعتها لنا وان احنا نشوف هو بيركز على ايه ونبعت له الحاجه اللي هو عايزها، بدل ما نبعت له حاجه وهو يعمل تشيك ويقول لنا خد عدل الحاجات دي، لا انت المتطلبات بتاعتك ايه، 1 2 3 4، طيب خلاص احنا نعملها. طيب دي تشيك ليست بسيطه اهيت، تمام، هتلاقي الرابط اسفل الفيديو عشان تقدر تحملها. المفروض بتعملها مع كل تسليمه، يعني الاصل انها كل تسليمه، بس انا بنصح ان انت كل مره، كل اسبوع، كل شهر تروح عامل الشيك ليست ديت عشان تتاكد ان انت ماشي مظبوط. تمام، يعني هنقول مثلا ان احنا عايزين نتاكد ان البيمكشن بلان مظبوطه، تمام، الاسامي مظبوطه ولا لا، البروجكت يونت مظبوطه ولا لا، البروجكت اورينت بوينت نوت زيرو ولا لا، الترو نورث موجوده ولا لا. تبدا تعمل شيك، وممكن بدل ما تكتب يس ولا نو تخليها مثلا من زيرو لخمسه. تمام، وفي بعض النقط بتحتمل ان انت نص نص، وفي بعض النقط يا اه لا لا، لا بتعرف تسوق يا ما بتعرفش تسوق، يعني انت ظابط النقط صفر ولا بتظبطها. ما ينفعش تقول اه ظابطها بس في 5 متر متحركين كده، لا 5 متر يبقى لا. تمام، عشان كده هتلاقي مكتوبه يس او نو. في بعض الحاجات بتبقى عباره عن نقط، مثلا الاسامي مظبوطه او مظبوطه بس في حاجه مثلا عايزه تتعدل او لسه، فبدنا نشوف الاسامي مظبوطه حسب الكود ولا لا، بنتفق على كود معين هنشتغل بيه، الملف اللينكات مظبوطه ولا لا، هل انت محتفظ بلوح الكاد جوه المشروع ولا لا، لو محتفظ بيها لازم تمسحها كده بقى انت عندك غلط. الفايل سايز المفروض ما تزيدش عن حد معين، تمام، يعني احنا هنا كاتبين 200 ميجا، ممكن في مشروع تاني وفي اكواد بتقول لك 100 وفي اكواد بتقول لك 500، تمام، يعني الكود البريطاني لو دورت كده في الورق هتلاقي يقول لك مثلا 100 ميجا، اكتر من كده قسم، تمام، عشان الاجهزه ممكن في كود تاني كان بيقول لك 500. تمام، الدبليكيت اليمنت تعمل تشيك او لا، وهكذا. طبعا في عناصر عامه بابليك لكل الحاجات، ده الملف المعماري، ممكن تبقى حاجه خاصه بالكهرباء، حاجه خاصه بالميكانيكا، تمام، يعني ال الفيتنج محطوطة صح ولا لا، الحسابات مظبوطة ولا لا، المخارج بتاعت الهواء مقفولة ولا لا. تمام، يعني كل حاجة بيبقى ليها التشيك ليست بتاعتها او الحاجات اللي احنا بنبدأ نفحصها ولا لا. تمام، هتلاقي هنا مثلا الاركتكشر، البابليك هيلث، الالكتريكال، الفاير الارم، الميكانيكال، الاستراكشر، وهكذا. تبدأ تعمل تشيك و تقدر تحمل الملف ده عادي من على النت وتشغل. التوفيق ان شاء الله.